السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم، نبقى والخوت في إطار الفاجعة، في إطار الإبادة، في إطار المجزرة التاريخية حقيقة اللي ارتكب النظام والجيش الجزائري في حق الشباب الصحراوي في مخيم تندوف. الحصيلة كتقول أكثر من 16 شخص، وما خفي أعظم، احنا ما نتكلمناش على الموريتانيين اللي تقتلوا وحنا مازال ما عارفينش الأسامي تاعهم، فقط سمعنا أنهم تقتلوا. ما تكلمناش على الأزواديين اللي كانوا حاضرين كيخدموا مع الصحراوي حتى هما تقتلوا، ما تكلمناش عليهم. كنتكلموا على أكثر من 16 شخص، أكثر من 16 صحراوي كيعيشوا في مخيمات تندوف، قصفهم الجيش الجزائري بأقصاف درونية وتقتلوا، عاش منهم بعض الأشخاص. الهدف القتل من أجل القتل. مهم الخوت نسمعوا التبريرات، علاش الجزائر قصفتهم؟ الجزائر كتقول على أنهم لاجئين، الجزائر كتقول على أنها مع الشعوب المظلومة والمقهورة، الجزائر كتقول على أنها مكة الثوار وقبلة الخرق. حاشاكم، بغينا نعرفوا علاش الجيش الجزائري، شنو هي التبريرات حتى البوليزاريو، شنو هي تبريراتهم على قتل الجيش الجزائري لأكثر من 16 شخص، وراهو ما خفي أعظم، راهو الحصيلة راهو أكثر، راهو كان واحد مجموعة، راه كاين جرحى وكاين أشخاص إعاقة وكاين أشخاص مبتورين الأيدي، كاين مبتورين الأرجل، كاين ناس، أنا شفت فيديوهات حقيقة اللي ما عندناش حق حنا ننشروهم، ناس مقطوعين الروس، ناس تشتت الجسد تفركت من قوة القصف. بغينا نعرفوا التبريرات المبررات، علاش يا خوتي لحد اللحظة قياديين ومسؤولين البوليزارو بما فيهم إبراهيم تغالي، محمد الأمين أحمد، بشير مصطفى السيد، هادو القياديين الكبار، علاش ما تكلموش؟ علاش إبراهيم تغالي وما يسمى رئاسة الجمهورية بين قوسين ما رسلتش أي برقية تعزية لعائلات الضحايا؟ علاش ما يسمى وزارة داخلية البوليزاريو ما صدرت حتى بيان توضيحي؟ علاش حتى بيان تضامني من ما يسمى ويصطلع عليه الهلال الأحمر الصحراوي واللي كيدعي لأنه كيدافع عن حقوق اللاجئين الصحراويين؟ علاش ما ظهرش نهائيا يحيى بوحبيني رئيس ما يسمى ويصطلع عليه الهلال الأحمر الصحراوي؟ علاش البوليزاريو كتداعي لأنها تمثل أو ممثلة الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وما ذكرش نهائيا الحادث؟ لا تعزية، لا برقية، لا تضامن، لا بيان، لا بلاغ، لا شيء من هذا القبيل. كيفاش هما البوليزاريو وقيادات البوليزاريو حتى الجزائريين كيدعوا لأنه البوليزاريو ممثلة الشعب الصحراوي وهما خايفين على أنهم يكتبوا حتى سطر يبينوا ويوضحوا ما حدث في إيكيري واللي راح ضحيته أكثر من 16 صحراوي؟ علاش؟ أكد لكم الإخوان هادو اللي تقتلوا كاملين شباب من أصول صحراوية فعلا، ما هم تندوفيين. أغلبية بعد الصحيقة اللي تقتلوا في هذه المجموعة اللي 16 صحراوي، صحراويين انطلقوا من الساقية الحمراء والذهب، معروفين. بعض منهم كاين حاضر مدينة السمارة، لعلمكم بعض منهم أبناء قياديين، راهو تقتلوا ظلما وعدوانا من طرف النظام الجزائري. نمشوا للتندوفيين، التندوفيين الطفيليات اللي مستغلين قضية الصحراء، اللي مستغلين وعايشين على حسب معاناة وقضية الصحراويين. شنو قالوا؟ غنسمعوا تسريبات صوتية. التندوفيين قالوا على أنه هادو الشباب 16 اللي تقتلوا انتحروا، وهذا تعبير مجازي كيحاولوا يفسروا ويوضحوا على أنه هادو اللي مشاو ينقبوا عن الذهب هما اللي اختاروا الموت، هما اللي فضلوا الموت عوض على أنهم يدخلوا الوحدات أو ينضموا الوحدات العسكرية للبوليزاريو يقاتلوا المغرب، مشاو هما وفضلوا حياتهم الشخصية
وفضلوا التنقيب، وبالتالي كيتسماو وانتحروا ما هم شهداء، وأن هذا اللي خلق لهم في إيكيدي هذا القصف الجزائري يستحقونه. علاش؟ شو تبريراتهم؟ قال لك يستحقونه لأنه ما دخلوش وما انضموش الوحدات العسكرية للبوليزاريو يحاربوا المغرب في المناطق العازلة. هذا الصوتيات بعد أن غنسمعهم لكم. نقطة أخرى نأكدكم على أن التندوفيين كانوا بالأمس محتفلين ضاربين عرض الحائط ألم العائلات الصحراوية اللي قتلوا لهم في هذه الفاجعة أباتهم وعائلاتهم. البارح كان حفل في مخيم العيون وضاربين عرض الحائط ألم وحزن ومأساة العائلات الصحراوية اللي تقتلهم هذا الشباب واللي حضروا في هذا الحفل. تندوفيين، تندوفيين ما هم صحراويين، تندوفيين عايشين معاناة الصحراويين المحتجزين في مخيمات الذل والقهرة. نسمعوا بعض التسريبات ونشوفوا الفيديو. حياكم الله ويحيى الشعب المغرب العظيم. مرحبا وسهلا في الوطن والشهادة. السلام عليكم. الله يسلمكم كاملين. سمحوا لي اخوتي على عدم المشاركة ولا نتيجة السفر لأسباب مالية خاصة. الله يحفظكم. الدولة مالية ما قد حد ينساها مهامها. شوف هذا المنشور اللي نشرت لكم، منشور المناقبين هذا اللي ماتوا في ولاية الداخلة، مناقبين الذهب. شوفوا اللي يعطيكم هم الفرق. تفقدتوا كلامي سابقا وريك. هذو الواقيش اللي ماتوا في مناقبين ما ماتوا في النواحي. شوف هم باغي يقصوا النواحي ولا هم باغيين يحروا ترابهم ولا هم باغي داخل ذلك، باش ما نطول الموضوع باش ما يفهم واحد غلط. يقتلوا يموتوا كاتين انفسهم، هم منتحرين في التنقيب. بلد ما هي ارضهم ولا هم الشرع في التنقيب. يقتلوا يموتوا منتحر، يعني موت شهيد بعد، على الاقل بعد مظلوم. فهمت؟ كانت تمد في النواحي، والله كانت مريض، والله مغتصب روحه هو مغتصب ظلمي. يختار يموت يا اهل الصحراء عامة، يختار يموت منقيب. فهمت؟ والله مختار في صباني يقصر بلاطات، والله يلقط بطاطا، والله يلقط البصل، والله يكوش العزايز في صباني. فهمت مالك؟ يعني يموت في النواحي للصيفة. فهمت مالك؟ لا متصل بالقيادة، متصل بالشعب الصحراوي، متصل بالقضية الجزائرية وقضية الصحراوية، ومتصل بهم يتكلم يتكلم يتكلم. فهمت مالك؟ الباطي مالك. فهمت مالك؟ يختار هو يموت بهذه الطريقة، يعني يموت مظلوم مقتصب أرضه. فهمت مالك؟ كي قال ولد سداحية قال الصحراء يعني المدة مظلومة، ما يقدر حد يتكلم في أخبارهم ولا يقدر حد يفتي بهم. نختار نعطيكم فكرة شوي، حد بعد يخوت اللي يموت بعد على طريق صحيحة. يعطينا يعطيكم حسن الخاتمة، الله يعطينا يعطيكم حسن الخاتمة إن شاء الله. يقول لك أنا ماني قايس النواحي ولا أنا ماخذ فطرة والقيادة يتموك وأنا نموت، مت قاع أنت بحاسيهم، لا حاسي ديالي مت فيه، وكاتل نفسك. أنت هو اللي كاتل نفسك بيدك. عندك هاي تجهر وعندك جهاز تنقيب، أنت هو اللي سبت في قبرك وقتلته. قتلت راسك، أعوذ بالله، الله يحفظنا ويحفظك. مرحبا وسهلا كل وطن والشهداء. مرة ثانية شطارك لباس يا خير. هذا الرقم اللي كاتب ذا ما ينقال، ماله ما ينقال. تختر سوق الذهب وتكوش العليات تكهلات النصارى تقلع مطيشة، ما تعطي جهدك وصحتك لدولتك. وطنيتك من هي؟ من هي وطنيتك؟ في القلب وتوه، لا في القلب وتوه، ها؟ لا في القلب. أنا تبغي تروح الصحراء والاستقلال؟ ليه ما يجيب الاستقلال؟ ما يجيبه. إذا أردت حقك يجب أن تسخي بدمائك. هذا يقتلوا الذهب وتطيح في الحسيان وتطيح حك، تطيح في النواحي، تطيح عود طبيب، عود معلم، عود في الإدارة هون، والمعوقة العام يشتغلوا هون، معاقين زحافة يشتغلوا في النظام. هاك هي عندك ردة ثانية ترد علينا والله؟ مرحبا وسهلا، ايش تعرف لباس بخير؟ شو ماسك مع الاحداث؟ تقول هذا ما تصح، لانه في لمنا يوفى ما تصح. نحن اخمس 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 قاطوات في المخيم تحوز وتصفق علينا الدرون من عند المغاربة، وتصفق علينا الدرون من عند الجزائر،
ويموت هو ولا احنا مع الله غالب احنا ما عندنا ما هو ذاك الصوار والله نذهب الدافعين شرب اصلا قاع ما يصح. مهم يوم السبت بالشباب بالشيب بس عطر كامل اللي عنده حديده اللي عنده مثلا فهموا كلمه حديده ذيك فهمتوا سيارات كامل يوجد ولا يقدموا شر الوزاره هذه بهره اللي تقفله اللي قفلوا علينا يفتحوها نحن دورنا نقص الحرب حرب ما انا قايسينها بها الحرب ما قاستم بها قام تول النهار على مصلحتنا احنا قام تول النهار على مصلحه مدى ثاني وعدلت مصالحها وبدات تعدل قدروها وبدات تقتنح لا يموت ما انا قايسين الحرب لا ورطهم ذاك احنا ما انا قايسين الموت الى رباط والله تذهب انتم احنا العسكر حرب حرب الحين نموت يا فيض واضح لكم وتو لا داعي لنقاشات الياسر ودولتنا وزمرنا دولتنا قاعد كانت دوله ما تقفل علينا دم تقفل دولة غرق الرابطة الوغرق نبع الدولة بعد ولا راحوا معها احنا بعد قايسين المغرب خلي قاعد الفيلم يوفر ليتهم احنا ما نخطوكم بالضرور ما منعكم. السلام عليكم ورحمة الله شحالكم يا جماعة ياك لباس يا خير الشعب يريد الاستغلال 1970 شحالكم كاملين كله باسمه. شوف انت قلت عن الناس ما تترأي فاش توحل الناس رأيته بعد الناس خاصة توحل في شي قالوا مكافحة القائد الصحراوي هاي القيادة الصحراوية. السلام عليكم ورحمة الله الشعب يريد الاستغلال 1970 مولي هذه الناس هي هو الكفاح ما هو خالق لا تلحد عاطي عمره الدرون والناس ما هي اللي تموت ما هي جايبة أسرة ولا هي جايبة عتاد ولا هي قال مشي ولا هي فات حرب أنا عنها موتها ما هي ساخية به يا غير. أنا بعد اقترح على القيوري على القضية وعلى الشعب الصحراوي على أنه أول شهاد خاص يعود في شيء قالوا المؤسسات والحكام اللي ما هم اعتبرين ذا الشعب عنه شعب يلعبوا به حتى المواد الغذائية تجي ما هي مراقبة راهي تعرف الناس لأنها تجي الخضرة خاسرة وتجي المواد اللي عات ما هي زينة قبالة وياسم المعاناة معناها عن الناس رأيك توحل في شيء قالوا مكافحة شيء قالوا النظام الصحراوي حد باغي الصح حد باغي يقيس الشور حد باغي يقيس المصير خاصه يبدأ من عند القيادي الصحراوي ومرحبا وسهلا. المسألة الثانية نحن الشباب لا بدنا نمشي نوكلوا لا بدنا نمشي نشربوا لا بدنا نعودوا بسياراتنا لا بدنا نعودوا نحن رانا في 2024 اللي يقول لك نحن لاجئين وش عندنا انتم ولا لاجئين ايه ورانا لاجئين قال الحمد لله عدنا برزقنا وعدنا بحيواننا وعدنا بكنكرياتنا وعدنا بالتجار وعدنا ايوه وتطورت هاي تطور العالم كامل وعاد كانت كنا قاعد نشرو الخضرة بكذا بالفضة عدنا نشروها بكذا وعدنا نشرو الحموم بكذا بالفضة والمبالد بكذا وذا كامل اطلع ولا هي اطلع ولا يتم لا يطلع. احنا لا ضد هالوضع اللي نحن واحدين فيه احنا خاصنا نجمع اهل الصحراء كاملين ونعرفوا ذي البايقة اللي واحدين فيه اول شيء نحن ينطاونا السبل التشغيل والناس تخلص البطالة وتخلص الخلب باشا لا تغدل البطالة دولتها ونحن واحدين في ما حتى قاع الاستجابة ما تخلق قاع حتى قاع خطاب يا الصحراويين نحن رانا بريناك ورانا عظم الله وجرها وضحايا وكذا وكذا ما يخلق قاع وكأنهم لا طيور ماتوا توها الله لا يرد باباهم وما تستدعى السلطة وتفهم وتمشي وتصور عند عند التنقيب ونقالها أولادكم جبرناهم هون وكذا 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 وعندهم كذا وكذا وكذا والله كذا وكذا هذا قاع كانها قاع لا ذبيحة شوتوه وتنزرق افضاح وعيب وحرام ولا صالح ولا يقدي صح